السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: استمرار المظاهرات في محافظة البصرة رفضا للقمع الحكومي وللأحزاب وميليشياتها. لدينا في عنواننا الثاني: مياه ملوثة وطينية هي نوعية المياه الواصلة إلى منازل المدنيين في محافظة البصرة. وفي العنوان الثالث لدينا لهذا اليوم: في محافظة المثنى هناك معاناة من تلوث المياه لأسباب كثيرة، الحكومة تتجاهل أصوات المواطنين. وفي آخر العناوين لدينا في هذه الحلقة: من بلد خالي من الأمية في الماضي إلى بلد يعيش أسوأ مراحله التعليمية في الحاضر. أهلا بكم. الشعب سوف ينتصر طال الزمن أم قصر، هكذا هتف المتظاهرون في محافظة البصرة بعد أن تجددت المظاهرات. دعونا نشاهد. نبقى في محافظة البصرة ومع المظاهرات. المتظاهرون يطوقون منزل محافظ البصرة أسعد العيداني ويرددون هتافات ضد الأحزاب الحاكمة. نبقى حيث خرج المتظاهرون في البصرة ليستذكروا ضحايا المظاهرات أثناء مسيرهم في شارع السعدي الذي قتل فيه عدد من الشباب. أيضا نبقى مع مظاهرات البصرة: دم الطايح ما ننساه، شعار رفعه المتظاهرون ويؤكدون من خلاله على عدم تخليهم عن دماء الشباب الذين سقطوا في المظاهرات. دعونا نشاهد. دم الطايح ما ننساه،
وفي آخر المقاطع لدينا بخصوص قضية المظاهرات في محافظة البصرة، خرج المتظاهرون أيضا في إحدى المظاهرات وأكدوا رجوعهم للتظاهر في تحد للأحزاب التي قمعتهم واعتقلتهم واغتالت عددا منهم. كما تابعنا مشاهدينا الكرام، المظاهرات مستمرة حتى هذه اللحظة، ولكن المشكلة هو عدم اكتراث السلطة الموجودة في بغداد. هذه الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة بتنوع أشكالهم، ولكن نفس السياسة ونفس المناهج المتبعة. نظام قمعي اعتمد على آلية القمع واعتمد على غطاء دولي واعتمد على عدم اكتراث دولي كذلك لما يحدث في العراق. قمع للشباب، لحرية التعبير، للنصوص الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية الناصة على حرية التعبير وحرية التظاهر. لا يوجد قانون في العراق يمنع أو يجرم عمليات قمع المتظاهرين التي حدثت سواء في هذه المظاهرات أو في مظاهرات سابقة كثيرة. لا يوجد قانون، يغيب القانون فتظهر الميليشيات وتظهر القوات الأمنية بسلاحها الحي الذي يستخدم طبعا في قمع المتظاهرين. لكن أن يبقى الشباب في الشوارع في هذا البرد وهذا الحر، جوع طبعا وعطش وغياب للخدمات ومعاناة وفقر، ولكن أن يصر الشباب العراقي على المضي بمظاهراته هو أكبر دليل على الرغبة بالتغيير، الرغبة الحقيقية بالتغيير، ليست بطرق وهمية كالانتخابات المزورة أو غيرها. نتابع أيضا من أسباب المعاناة التي تؤدي إلى خروج المظاهرات الآن في البصرة أو غيرها، هي موضوع المياه الموجود في هذه المحافظات والذي يصل إلى منزل كل مواطن. نتابع مع حضراتكم الآن حال المياه الملوثة في منطقة الحيانية بمحافظة البصرة. شوفوا هذا الماي حاليا يصب عندنا هيج، ما شاء الله شوفوا طين، هذا الموتور مشتغل، شوفوا هاي بالحيانية منطقة الثالثة براكم ما، يعني هذا الموتور مشتغل، شوف يعني منين داخلين ما الأسد اثنين، منين داخلين طين ماكو ما، يعني طين خشيو الحكومة. نبقى مع البصرة ومياهها الملوثة. نتابع مع حضراتكم الآن الترسبات الطينية الموجودة في المياه طبعا الواصلة إلى منازل المدنيين. هذا الموضوع أو هذا المقطع صور في منطقة الجبيلة خلف القيادة البحرية بمحافظة البصرة. هذا ماي التانكي بويا، يا سياسينا بويا، موتونا من العيشة الصعبة والماي خايس. شوف الماي هاي التانكي نزلنا نغسله. نبقى أيضا في محافظة البصرة ونتابع مع حضراتكم نوعية الماء الواصل إلى منطقة القبلة تحديدا حي المهندسين. هذا الماء ليس فقط ماء مالحا، إنما هو ماء ذو رائحة عفنة كذلك، فلنشاهد.
ننتقل من محافظة البصرة إلى محافظة المثنى. نتابع مع حضراتكم تلوث المياه في قضاء الرميثة من أمام إحدى محطات تنقية المياه. السلام عليكم، هل ممكن أن تتلوث المياه بالمثنى؟ أي نعم ممكن تتلوث. ليش؟ لأن الفطايس هنا والحيوانات الميتة كلها متجمعة هنا. وين متجمعة؟ متجمعة من نقطة سحب المياه في مشروع الرميثة. الماء مين يسحبونه ويضخونه للأهالي؟ منا متجمعة هاي الفطايس. زين، احنا عندنا مواد معقمة كافية لإزالة هذه التلوثات. احنا لو عندنا مياه معقمة ومياه بها خير كان ما اشترت العالم مياه آرو. زين، شالوهن لو ما شالوهن؟ لا ما شالوهن. زين، الجهات المعنية عندها علم لو ما عندها علم؟ لا اكيد ما عندها علم. زين، ذن مكانهن بالتحديد وين؟ هاي الفطايس هاي الكارثة الصحية اللي هنا مكانها وين بالتحديد؟ مكانها مقابل مديرية ماء الرميثة. هاي شنو هاي يعني؟ ما حد يدري بيها؟ والله ما حد يعرف بيها. لهذا انا جيت صورت حتى بلكت الله يحسون ويجون يشيلون هذه الكارثة الصحية. مشاهدينا الكرام، المقطع الذي سيعرض الآن هو مقطع خدعني قليلا عندما شاهدته في البداية. كانت المياه الواصلة في طبعا ماء مجرب من قبل أحد المواطنين ليرى نوعية الماء الواصلة إلى منزله. شاهدوا معي ماء الإسالة الذي يصل يوميا إلى منازل المدنيين في محافظة المثنى. طبعا هو كالعادة مليء بالطين، روائح كريهة وجراثيم وأنواع مختلفة من الأمراض. لكن الفكرة أن الماء عندما بدأ يتدفق في البداية كان يعني نقيا إلى حد ما، ثم بعد ذلك تحول. فنشاهد. طبعا هذا المقطع ذكرني بالاحتلال وبخدعة الاحتلال وخدعة الوعود التي أعطيت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. أعطيت وعود بالديمقراطية والحياة الكريمة، لكن الحقيقة بانت يوما بعد آخر. نفس هذا المقطع بالضبط، خدعت في الوهلة الأولى عندما شاهدت هذا المقطع لأني رأيت ماء شبه نقي أو صافي، لكن الحقيقة اتضحت حقيقة المياه الواصلة إلى منازل المدنيين في محافظة المثنى. مياه عفنة، روائح كريهة، أمراض كثيرة، وكذلك كثير من الشوائب والحشرات أيضا. وعرضنا هذا أو هذه المقاطع عرضناها سابقا. ننتقل طبعا من موضوع المياه إلى موضوع مهم للغاية، موضوع تقوم عليه دول وتهدم على أساسه دول كثيرة، التعليم. واقع التعليم في العراق هو واقع مأساوي للغاية. ودعونا نشاهد مع حضراتكم في بلد يمتلك مليارات الدولارات، مئات المليارات من الدولارات، وخزينة تفيض سنة بعد أخرى بسبب طبعا ارتفاع أسعار النفط، وأيضا رغم كل الأموال التي نهبت ومع هذا البلد غني، لكن واقع المدارس في العراق بهذا الشكل. هؤلاء طلبة ليسوا محظوظين. دع
دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام الطلبة المحظوظين في مدارس العراق الذين يمتلكون مقاعد دراسية. هذا المقطع من محافظة البصرة. شوف شلفك، انت مقتنع هاي الرحلة قاعد عليها طالب؟ هاي الحديدة مالتي يا عصر، احنا وين سوي رحلات هاي الوالدين؟ حق صبر. يعني هاي رحلة؟ كارثة. حق علي بن ابي طالب كارثة، حق صبر. حق صبر. شوف هاي الرحلة الأخيرة. ويلي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا في آخر خطاب أو آخر كلمة له كرئيس وزراء تحدث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن موضوع الاغتيالات المنظمة المنتشرة الآن في العراق، وألمح إلى صلة الأحزاب والسياسيين بهذه العمليات بشكل أو بآخر. دعونا نتابع. شاهد بزيران، لحد الآن أكو واضح نوع من الجرائم على مستوى منظم عالي، وهذا مع تشكيل الحكومة الجديدة، مع مفاوضات تشكيل الحكومة، مع مفاوضات ما بعد الانتخابات. يعني الجماعة يريدون يزيحون فتشي يكون يخربون الوضع حتى يزاح. يا ناس صدق احنا ما داخلين بصراحة في هذا الإطار، تردوها أخذوها بس حافظوا على الناس. أنا أتوقع راح ترجع تنزل مرة أخرى بس يحسم الأمر وتشوفون. وهذا بيها كذا علامة استفهام، من يقوم بذلك؟ معقولة؟ شو كنا نتهم بأشكال الاتهامات هسه؟ كنا نتهم بيهم الجماعة صداقة وصاروا يعني زادوا ملح، هسه كنا نتهم بيهم الجماعة صداقة وصاروا يعني زادوا ملح، زين وين على شنو؟ أريد أن أقول شيئا واحدا فقط قبل الدخول إلى موضوع التعليقات. 4 سنوات حيدر العبادي حكم بها العراق، 4 سنوات وهو يعطي بهذه الوعود بمحاربة الفاسدين، 4 سنوات لم يأتي بذكر اسم واحد من هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات، الذين يقومون بهذه الأمور. 4 سنوات وهو يتحدث عن علمه بزعماء ميليشيات وقادة فرق موت وفاسدين وسراق، لم يأتي بذكر اسم واحد. حتى الموضوع الأخير أو الاستجواب الأخير الذي حصل في البرلمان بقضية البصرة والجلسة الطارئة التي عقدت بدأ بكيل الاتهامات لنواب آخرين لجهات أخرى كنوع من الدعاية والترويج. 4 سنوات مثله مثل غيره، لم يعترف للحظة واحدة ولم يذكر اسما واحدا لأي شخص فاسد موجود في العراق. ذهب حيدر العبادي والآن سيأتي أو جاء غيره الآن عادل عبد المهدي، وربما قد تستمر نفس الآلية. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على حديث حيدر العبادي. أحمد العنزي يقول: العراق كان حرب ويا إيران 8 سنين، وكان عمار من سدود وجامعات وطرق وجسور وصحة وتربية وكل شيء وبنى تحتية وأمان. أنت 4 سنوات مي ما وصلت للبصرة، بينما صدام وصل نهر وسمي باسمه، سماه نهر القائد، والنوب عادل يقول له ريد شورتك ونحتاجك. هي صح يريد يكمل الخراب للعراق. سلسلة بدأت من كذا وصاعد. أبو باسل الكبيسي يقول: منو ينفذ العدالة؟ أنا المواطن البسيط، لو أنت رئيس الوزراء لو نجيب واحد من دول الجوار ينفذ العدالة. أيضا لدينا في التعليقات: وإن عدتم عدنا، طبعا يقول إذا رئيس الوزراء يلمح أو يلمح يخاف يشخص الشعب أو يخاف يشخص الشعب شلون؟ أيضا في التعليقات التي وردت ياسر التميمي يقول: راح أموت وبنفسي أتعرف على 2، أول شيء البعض وثاني شيء الجماعات ركضتنا بيهم. جوان تقول: يا حظي ما تحكي وتفضحهم، ليش تسولف بلا الغاز؟ صير جريء ممن تخاف. وفي آخر التعليقات لدينا إسراء تقول: والله لا أنت ولا قبلك ولا اللي راح يجي بعدك تفيدون العراق، كل همكم شلون ترفهون نفسكم
وتستفادون من فترة الحكم لمصلحتكم، وإن إنجازاتكم لا شيء يذكر على الإطلاق. هذا هو واقع الحال، هذا هو لسان حال المواطن العراقي، سواء كان يغرد أو يعلق على مواقع التواصل الاجتماعي أو يسير في الشارع يتحدث مع آخرين. هذا هو الواقع في العراق، هذا هو واقع من جاءوا ليحكموا العراق بعد الاحتلال، الذين جاءوا بمخططات، الذين جاءوا بأجندات، الذين يمولون من الخارج، والذين يحتضنون أو احتضنوا من الخارج وأرسلوا إلى العراق مع الاحتلال. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الموضوع الاغتيالات بالعراق، طبعا هو الوسم الذي تداوله النشطاء العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع الذي انتشر بالآونة الأخيرة بشكل مخيف للغاية. علاء العراقي يقول: ما هي إلا بداية لتكون المسألة اعتيادية، ومن ثم يتم تصفية الكفاءات، ومعروف من يقف وراء هكذا أفعال. السلاح بيد الميليشيات في كل الأزقة والشوارع، يصعب على السلطة ضبط الوضع الأمني. الاغتيالات بالعراق. في تغريدة أخرى محسن يقول: آلاف الاغتيالات بالعراق حدثت في وضح النهار في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لم تكشف السلطات السياسية والأمنية عن اسم أي واحد من القتلة وتحاسبهم، مما يعني أنها متسترة ومتواطئة وشريكة مع المجرمين في قتل العراقيين. أتعلم أم أنت لا تعلم أن جراح الضحايا فمه؟ أيضا في تعليق أو في تغريدة أخرى مريم تقول: الحرية الوحيدة الواضحة في العراق هي حرية القتل. وفي آخر التغريدات محمد يقول: الخروج من المستنقع أخبار الاغتيالات بالعراق ونسيان الفشل الأمني في تحقيق وسائل حماية للمواطن. الحل هو الدخول في أزمة أخرى، لكن هذه المرة هي ارتفاع أسعار الخضروات. هكذا حال بلدي لا يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى. معظم الأزمات هي للتمويه وتبرير الفشل الإداري. هذا كلام صحيح وسليم جدا. لكي يتم التغطية على أي مشكلة كبيرة تحدث في العراق، يتم إشغال المجتمع بمشاكل صغيرة أو مشاكل قد تكون حتى وإن كانت أقل حدة من المشاكل الرئيسية، ولكن ليشغل بها المواطن العراقي وليبتعد ذهنه عن التركيز على هذه الأمور، يركز على الأمور الحياتية، قضية غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو ارتفاع أسعار السكن أو البطالة أو غيرها. هذه الأمور التي تبعد المواطن بتركيزه عن القضية الأساسية. لكن حتى من يضع هذه الخطط هو لا يعلم أنه بشكل أو بآخر يقود المجتمع إلى الخروج ضده بالنهاية، لأن هذه التراكمات منذ 15 عاما وحتى هذه اللحظة تؤدي إلى الانفجار، وبالتالي ستوجه أصابع الاتهام أو التي توجه دائما طبعا إلى السياسيين الموجودين في بغداد. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا حدثت هذه الانتخابات التي شابتها الكثير من تهم التزوير والفساد، هذه الانتخابات التي لم يخرج لها العراقيون، خرجت نسبة بسيطة لم تتجاوز حتى 19%. لكن في العراق كل شيء وارد في ظل وجود فساد وغياب قانون. عادل عبد المهدي هو رئيس الوزراء الجديد لحكومات ما بعد الاحتلال. هذا الشخص الناتج أو هو نتاج المحاصصة الطائفية والحزبية والتوافقات التي وضعها الاحتلال. دعونا نشاهد. المجموعة التابعة لحماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي التي نفذت سرقة مصرف الزوية لم تسلم إلى القوات الأمنية.
إذن عادل زوية كما يسميه العراقيون هو رئيس الوزراء الجديد في حكومات ما بعد الاحتلال، فإلى أين سيصل الحال بالعراقي والعراقيين؟ شكراً، طيب المتابعة وإلى اللقاء.